كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وأشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تكثف الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من حملاتها الأمنية المكبرة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة وغش السلع بكافة أنواعها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 88 طن مشتقات بترولية و22 طن ونصف مخلفات مواد بلاستيكية و19 طن مواد غذائية، وضبط أكثر من 11 طن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بمصنع لتصنيع منتجات الدواجن بالقليوبية، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14 طن أعلاف حيوانية داخل شركة للأسمدة والمبيدات ومصنع ومحل أعلاف جميعها بدون ترخيص بالمنوفية. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا صرف مباشر وإلقاء مخلفات، وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 5 قضايا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنوفية. واستمرارا لجهود الإدارة بنطاق مديرية أمن المنوفية نجحت في ضبط 6 مصانع ومخزن جميعها بدون ترخيص لإنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمنظفات والجلود بلغ إجمالي المضبوطات 145 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات صناعية مغشوشة ومقلدة، و31 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و2000 اسطوانة أكسوجين مجهولة المصدر، و8 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة، و1000 طن جلود مختلفة الأنواع مخالفة للاشتراطات البيئية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 40 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بحوزة 3 أشخاص بالمنوفية يقومون بالإتجار في هذه الأسمدة بدون ترخيص. وبنطاق مديرية أمن الشرقية نجحت الإدارة في ضبط 4 مصانع ومركز لتصنيع وتداول المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية ومواد كيماوية ومجزر دواجن جميعها غير مرخصة بإجمالي مضبوطات بلغت 71 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و132 طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر، و75 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة منسوب إنتاجها لشركات وهمية.